برحب بحضراتكم. وهذه الفقرة الهامة، واللي يمكن أشرت ليها في المقدمة، على أن طرح منصة تضمن التواصل ما بين المواطن والحكومة وتوقيتها وأهميتها، وكلام كتير. أنا هسيب الكلام فيه لضيفنا العزيز دكتور سعيد الذغبي، دكتور العلوم السياسية جامعة قناة السويس. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك أستاذة ألفت وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وانت طيبة. وحضرتك بكل خير وسلام، منورنا كما العادة. بداية أشكرك. قبل ما أدخل في موضوع المنصة، كيف ترى الثقة بين المواطن والحكومة؟ شوف حضرتك، حلوة قوي في التقديمة وانت بتقولي وعايزين نشوف الثقة بين الحكومة والمواطنين، وده أستاذة ألفة ده مؤشر عالمي، مؤشر كبير جدا عمله واحد اسمه إيدلمان. المؤشر دوت بيتعمل في كافة الحكومات على مستوى العالم، بس هو لسه يعني احنا لسه ما طبقناهوش في مصر. على فكرة احنا لما بنتكلم على مصر بنتكلم على الحكومة، بنتكلم على الاقتصاد، احنا لسه يا شباب يا جماعة، احنا لسه الاقتصاد بتاعنا والحكومة بتاعتنا بتتعافى، احنا لسه في دور النقاهة، احنا لسه خارجين من اقتصاد وكان واقع، بس احنا لسه بنتهيأ ان احنا نكون في اقتصاد متقدم، بنتهيأ ان احنا نكون متقدمين تكنولوجيا و و و فالمؤشر ده استاذ ألفت بتعمله بعض الحكومات، وجه في سنه 2023 اولى دول العالم على مستوى ثقه الحكومه مع المواطن بتاعها هي المملكه العربيه السعوديه. كان العام الماضي كانت دوله الصين، وكان هنا في تنافس بين الصين والسعوديه مين اللي يحصل على المركز الاول، وجاءت في المرتبه الاولى في سنه 2023 المملكه العربيه السعوديه في المرتبه الاولى. عايز اقول لك على حاجه، الثقه بين الحكومه والمواطنين في اليابان منعدمه، تكاد تكون منعدمه. الولايات المتحده الامريكيه جت رقم 51 في هذا المؤشر. يعني مش شرط تكون الدوله متقدمه قوي علشان اقول ان في ثقه بين الحكومه، لكن هنا الشرط ان تكون الدوله متقدمه ماديا، دوله ثريه. حضرتك الدول اللي اشرت ليها هي الصين والسعوديه، فبالتالي هنا المطلوب والمفروض لتكون الثقه اكبر الراحه الماديه. هل انا فهمت صح او اختصرت الموضوع شويه؟ وأؤيد كلام حضرتك، ان تعالي شوفي مؤشرات السعاده بالنسبه للعالم، هتلاقيها في النرويج، هتلاقيها في السويد، اولى دول العالم العربي في مؤشرات السعاده الامارات العربيه المتحده. يبقى اذا زي ما حضرتك بتقولي فعلا هي الدول الغنيه او اللي هي متوسط الفرد فيها الدخل بتاعه بيكون المتوسط بتاعه عالي جدا. ولكن احنا عايزين نقول هنا ان هذا المعيار احنا لسه ما قسناهوش عندنا في مصر، ولكن انا عايز اقول لحضرتك لابد ان يكون هناك ثقه، لابد ان يكون هناك ثقه بين المواطن والقياده اللي بتحكم الدوله بتاعته. نتاكد تماما واحنا كده مغمضين ان لو انا في السعوديه، لو انا في مصر، لو انا في الاردن، لو انا في اي دوله، لابد ان الجمهور يضع ثقته في الحكومه بتاعته. مش هو الجمهور هو اللي مختار الناس اللي بتحكمه، اللي مختار القياده بتاعته، يبقى اكيد هو لما كان بيختارها حاطط الثقه بتاعته في هذه الحكومه. واعتقد ان احنا الدوله بتاعتنا اعتقد ان في شويه ثقه وثقه كبيره، حتى لو مش هتلاقيها مثلا على الحكومه بتاعتنا ككل، هتلاقي في ناس بتؤمن او عندها ثقه في وزاره التخطيط، بتؤمن تماما بيه وعندها ثقه في المؤشرات اللي بتطلعها وزاره التخطيط، عندها ثقه كبيره جدا في وزاره التعليم، عندها ثقه. حضرتك انت استاذه ألفت والساده المشاهدين، ما كناش عندنا ثقه سنتين في وزاره السياحه واللي كانت عاملاه وزاره السياحه قبل كده مع عندنا في الانتقال المنجوات والاحتفالات الكبيره اللي احنا شايفينها دي، الثقه دي احنا كنا مبسوطين ولا ما كناش مبسوطين؟ اكيد كنا مبسوطين. هي دي الثقه اللي بين المواطن. ممكن ما تكونيش انت راضيه على او ما فيش ثقه في الحكومه كلها، لكن انت عندك ثقه ان الحكومه دي ادائها كويس، ان الحكومه دي ادائها كويس، ان وزاره التعليم نقسمها ان هذه الوزاره ادائها كويس، لكن مش يعني ما فيش اجماع، مش هيتم اجماع في اي وقت ولو نزل من السماء حكومه يعني. أكيد حضرتك أستاذة ألفت، أنا رحت الإمارات وعندي زيارات كتيرة في الإمارات طبعًا، والإمارات شعب جميل جدًا. هل الشعب كله عنده ثقة في يعني في الحكومات وإدارة الحكومات؟ أكيد لأ. في بعض الناس بتقول لك إيه، طب ما عملش ليه كده؟ ما حطش دي كده ليه؟ ما عملش واحد اتنين تلاتة خطوات ليه؟ والكلام ده. فأعتقد إن الثقة ده لازم يكون ليه عندنا معيار كبير جدًا، ولازم إن إحنا نتكلم حاليًا بقى دلوقتي في الدولة المصرية إن لازم هذا المؤشر وهذا المعيار يبدا ان هو يتعمل،
مش في الحكومات برضو بس، ولكن ايضا استاذ عرفت في المؤسسات الحكوميه. لابد انت كمواطنه يكون عندك ثقه في هيئه البريد القومي، عندك ثقه في المؤسسه الحكوميه اللي انت بتروح تطلع منها شهاده الميلاد، شهاده الرقم القومي او بطاقه رقم القومي، جواز السفر، لازم يكون انت عندك ثقه. خليني اقول المنطقه اللي بتتكلم فيها دي كان فيها حقيقي طفره الفتره الاخيره، يعني فكره تطلع رخصتك، شهادتك او ايا كان اوراق، في تعامل رقمي بدا يتم يضيف يعني انك تنجز في هذه الاماكن، بقى في فعلا ثقه. لكن على فكره بصي شوفي اتفضلي يا دكتور. اتفضلي اتفضلي يا فندم، سامع حضرتك. بصي حضرتك اللي انت بتقوليه استاذه الفه، طيب تعالي كده شوفي من حوالي في سنه 2019 لما كان المواطن في يمشي في الشارع والطرق بتتكسر، يعني مثلا في محافظه بورسعيد، كان لان بورسعيد اول مدينه رقميه في المحافظات، بالظبط، كان يقول لك ايه، هي بيكسروا الشوارع ليه وبيكسروا عندنا الطرق ليه يا عم، ده معطلنا وعاملين لنا هدر في الوقت. وده كان الكلام ده في كام، في 2019. دي كانت البنيه التحتيه للاتصالات والانترنت وشبكات الاتصالات والتواصل الاجتماعي اللي اتصرف عليها حوالي 3 مليار دولار من الدوله المصريه، ده في 2019. لما جينا في 2020 بقى في كورونا، حضرتك ايه اللي حصل؟ استفدنا باللي حصل ولا ما استفدناش باللي حصل؟ استفدنا من التكسير اللي حضرتك كنت شايف ان هو تكسير وعطل والكلام ده، ولا ما استفدناش؟ ابن حضرتك قاعد في البيت ايام كورونا واخد العلم واخد المحاضرات بتاعته واخد الدروس بتاعته وهو قاعد في المنزل، والدوله حامياه بسبب البنيه التحتيه اللي حصلت ان الدوله عاملاها. انت عند حضرتك اللي منظومه التامين الصحي الشامل اللي احنا عاملينها، برضو منظومه التامين الصحي الشامل احنا شفنا برضو اهميتها في 2020. كل دوت حصل قبل جائحه كورونا وقبل الازمات اللي احنا بنمر عليها. فانا اعتقد ان لابد ان يكون في جزء من خطه المواطن بالنسبه للحكومه. هو لازم، هو مش لابد، يعني هو لازم ولابد يبقى في ثقه ما بين المواطن والحكومه. لكن اذا كانت معطيات مثلا، خليني زي ما اقول لحضرتك، ما اعرفش حضرتك طبعا ممكن تكونش سمعت المقدمه، انا اتكلمت مثلا عن فكره امبارح مرصد الزلازل وفكره ان في زلزال ولا ما فيش. بعض الناس شعره يطلع المرصد يقول لك لا ما كانش في زلزال، انت مش مضطر، وحضرتك ادرى مني ان انت مش مضطر تطلع تنفي. يعني ما شفناهاش ابدا ان مركز البحوث مثلا الفلكيه على صفحته انه يطلع ينفي ان في زلزال، انت مضطر انك تطلع تثبت ان في زلزال. فكره ان فراخ يا ما تطلع الحكومه النهارده يبقى عندي بيان يقول لي انا مش هستورد فراخ فاسده، هل ده تصريح يجوز؟ انا شايفه انه تصريح يعني اهانه للحكومه، وهل ده موضوع ينفع ان اقول ينفع او مش هينفع؟ لا، مش مفيش اصلا فكره ان حكومه تستورد شعبها فراخ فاسده، وخاصه في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي بقى كله على الترابيزه، ما فيش حاجه تحت الترابيزه يا دكتور. هل في طريقه اخرى ممكن الحكومه تدير بيها العلاقه مع المواطن؟ استاذه ألفت انا مع حضرتك، بس يا ريت السؤال بقى تاني. اتفضل يا دكتور. انا مع حضرتك بس يا ريت السؤال تاني لان ما سمعتش، كان حضرتك ما سمعتش السؤال اصلا. طيب انا كنت باشير الى فكره ان مثلا الناس شعرت بزلزال وبرغم كده المرصد طلع، حضرتك كده سامعني؟ انا تمام. ان وطلع المرصد الفلكي للزلازل بيقول ان ما كانش فيه زلزال، وهو مش من دور انه يطلع ينفي، هو دوره انه يطلع يقول كان فيه زلزال بقوه كذا وخلاص، لكن فكره انه يطلع ينفي دي وتاني يوم يشيل البيان شيء بيهز الثقه. لما بتكلم على فكره ان الحكومه النهارده تطلع مثلا بيان يا جماعه الحكومه لا تنتوي شراء فراخ فاسده، هل ده اوبشن؟ يعني هل في حكومه في العالم هتشتري لشعبها فراخ فاسده وانها تطلع بيان تقول احنا مش هنشتري فراخ فاسده؟ فكره اداره العلاقه مع المواطن يا دكتور سعيد. بصي حضرتك يعني اعتقد ان ده من العهد اللي احنا شفناه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشفافيه والوضوح. هو طبعا انا مش مع الحكومه ان هي تطلع تنفي، لان انا لازم يكون في عندي انا ثقه في اللي انا بعمله وكلام، ولكن احنا تعودنا على الشفافيه والوضوح. بالزبط. الشعب المصري وخصوصا مع التطور بالظبط السوشيال ميديا والحاجات اللي احنا بنشوفها كل شويه، ما بقاش يعني في حاجه تحت الترابيزه يا دكتور، يعني ما بقاش في ترابيزه عشان يبقى في حاجه تحتها. بالظبط، يعني بص حضرتك احنا لو دلوقتي قاعدين نتكلم ممكن يقول لك ايه في زلزال حصل دلوقتي، مع ان احنا ما فيش زلزال حصل دلوقتي، يعني انت فاهمه؟ لكن انا عايز اقول لحضرتك ان احنا تعودنا على الشفافيه والوضوح مع سياده الرئيس. سياده الرئيس في اي محفل دولي، في اي محفل، يا استاذ عرفت ده راح قمه الحكومات
في دبي، وكان صريح جدا جدا وقالك انا ما بتكسفش لما اقول احنا كانت البنيه التحتيه بتاعت المواصلات بتاعتنا كانت واقعه. قال انا ما بخجلش من الكلام ده، وفعلا لان ليه ما بيخجلش من الكلام ده؟ سياده الرئيس احنا تطورنا، احنا صرفنا 2 تريليون جنيه مصري في تطوير قطاع المواصلات والقطار والقطارات والكلام اللي حضر، والقطار المكهرب اللي حصل، والبنيه التحتيه الجميله جدا الكبيره جدا في الطرق والمواصلات. هل ده حضرتك مش هيفيد المواطن؟ اكيد هيفيد المواطن. الشفافيه والوضوح ده اللي احنا عهدناه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو في مشكله بيقول لنا مشكله، ده حتى في تخريج الدفعات العسكريه والشرطه بينتهز هذه الاحتفالات وبيبدا يتكلم عن المستقبل وبيبدا يتكلم عن الأزمات اللي بتواجهنا وإزاي إن إحنا نقدر. خلي بال حضرتك القيادة الناجحة أستاذة ألفة السادة المشاهدين لازم يعرفوا كده، إن أنا ما أقولش المشكلة، لا ده أنا أقول المشكلة وأجيب الحل معايا وأنا بقول المشكلة، وده اللي بيقوله السيد الرئيس عبد الفتاح. أحيانا المشكلة نفسها بيكون نصف الحل يا دكتور، يعني أحيانا في ناس ما تاخدش بالها عندها مشكلة، ففكرة إن أنا أحدد إن أنا عندي مشكلة ده نصف الحل. وده الجميل يا أستاذة ألفة، في بعض الناس اللي أنت بتقولي ده إحنا دايما بنسميه في علم الإدارة كده عامل زي النعامة. صح؟ النعامة بتعمل ايه لما بتلاقي خطر؟ بتروح دفن راسها في الايه؟ في الرمل. احنا بقى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ما عودناش، احنا عندنا مشكله في الغذاء، عندنا مشكله في الامن. يا فندم شوفي حضرتك الغاءه لمنتدى الشباب السلام اللي حصل، وطلع الدكتوره رشا راغب والغت هذا المنتدى ليه؟ لان هو شايف الحاله الاقتصاديه بتاعه الدوله لا تسمح بفعل هذه الفاعليات. احنا لغينا لما طلع واعترف كمان ان مدينه الافاس مدينه، يعني احنا ما اخترناش المكان الصح وما اخترناش. هل حضرتك يعني تتوقعي في راي يعني من دي قبل كده راجعي كده وراجعي رؤساء الدول، هل يطلع رئيس دوله يقول انا غلطان في قرار او احنا اتخذنا قرار مش صح او اتخذنا قرار صح؟ حد يتخيل بعد مدينه الاساس؟ احنا كنا في كل لقاء مع بعض كنا نتكلم عن مدينه الاساس ونضرب بها المثل. لا احنا ما احنا زي ما بنقول احنا عودنا السيد الرئيس على الشفافيه والوضوح، واعتقد الاعلام بيعمل كده. الاعلام لما بيلاقي شائعه من يعني اعتقد علشان ما تحصلش بلبله وما يحصلش مضاعفات كبيره جدا لهذه الاشاعه لازم يطلع وينفي هذه الاشاعه. طيب استقبال المواطن لمثل هذه المنصة شايف حضرتك هيكون في اقبال في اهتمام؟ فكرة المناقشة المجتمعية انا اؤيد هذه الفكرة على كل المستويات، في مواضيع كتيرة لو تمت وتم مناقشتها مجتمعيا كنا هنتجاوز، لان الخبرات بتفرق كتير جدا، كنا هنتجاوز صعوبات ومشاكل كتير لبعض المشاريع. فهل المواطن سيتلقف هذه الفرصة ويديرها او يعني يستثمرها، ولا شايف يعني بقت الثقة ممكن تبقى فيه مهزوزة شوية لدرجة ان احنا يا جماعة خلاص هنتكلم على السوشيال ميديا او على المنصات فده هيجيب نتيجة؟ لا بصي شوفي حضرتك، انا هضرب لحضرتك مثال كده في عجالة سريع. طب. وزارة السعادة اكيد سامعين عنها اللي هي في دولة الامارات العربية، تمام؟ عهود الرومي وزيرة السعادة كان ايه اللي حصل؟ عهود الرومي الوزيره بتاعت السعاده اللي في دوله الامارات واللي هي دلوقتي الرئيس التنفيذي لقمه الحكومات العالميه في دبي، دي كانت كاتبه مقاله في على الانترنت عادي بتقول، وهي كانت طالبه بتقول ان دوله الامارات بتاتي رقم 15 في دول العالم من حيث اسعاد المواطن اللي موجود عندها. جابها الشيخ محمد بن راشد قال مكتوم وقال لها تعالي قولي لنا احنا ليه رقم 15؟ قالت له علشان احنا عندنا كذا وكذا 1 2 3. قال لها طيب هي النرويج رقم 1، انا اكون رقم 1 امتى؟ قالت له لما اعمل 1 2 3 4 واعمل معايير. اخذها وزيره للسعاده وبدات تطبق ازاي اعمل او حاجه كده سموها في الامارات حاجه اسمها خدمه المتعاملين او اسعاد المتعاملين. اسعاد ازاي المواطن يدخل المؤسسه الحكوميه بتاعتهم في الامارات ويكون خارج منها سمايلنج فرحان مبسوط من الخدمه اللي اتقدمت، وبداوا ان هم يطبقوا كل ده يا استاذه ألفة جاي من ايه؟ نتيجه مقاله اتنشرت على الانترنت واهتمت بها القياده. اعتقد بقى لما تيجي العكس، لما القياده تهتم ان يكون عندنا منصه مش العكس بقى، هي كانت هي بتنشر والقياده شافت وعرفت، لا ده القياده بتاعتنا بقى عملت منصه علشان الناس كلها تقول اللي عندها المشاكل اللي عندها الاقتراحات. في جزء من المنصه موجود عندنا في حاجه اسمها الابتكار والاختراعات، تقولي حضرتك اتكلمي عن المشاكل بتاعتها، اتكلمي على لابد ان يكون كمان هنا في ثقه استاذه ألفت، اتكلمي بوضوح عن المشكله زي ما انت قلت كده يا استاذه ألفت، انا احدد المشكله فين علشان اعرف احدها.
اعرف احلها، يبقى هحدد المشكله، هتكلم عن المشكله، وربما القياده بتاعتنا تاخد بهذه المشكله وتاخد بهذه الحلول وهذه الاقتراحات وتبدا ان هي تنفذها. واعتقد هذه المنصه وتكوينها من الاربع اقسام اللي موجوده عندها زي مثلا الخدمات الحكوميه، ممكن حضرتك، انا النهارده دخلت على المنصه وسجلت فيها، كل واحد عادي جدا ممكن يدخل عن طريق ان هو بيكتب اسمه رقم البطاقه بتاعته وبيدخل وبيقول كل اللي هو عنده، المشكله اللي عنده، وممكن ايه الاقتراح اللي ممكن يكون عايز ان هو يحلها، الازمه اللي موجوده عنده، اذا كان ازمه في التعليم عنده في المحافظه بتاعته، اذا كان عنده اقتراح في موضوع معين ان هو يطور من امكانيات المنظمه بتاعته او امكانيات الحي اللي هو عايش فيه او يحل ازمه او مشكله موجوده عندنا في مصر. ويعني المتداول دلوقتي ازمه الفراخ، هتكون فعلا تقرب المسافات يا دكتور؟ يعني فكره ان انا في اي محافظه في اي مكان بقول مشكلتي الحقيقيه، هي هتفرق ايه عن منظومه المشاكل؟ في منظومه كده بتاعه المشاكل يعني. شوف حضرتك منظومة المشاكل طبعا، وطبعا رئيس مجلس الوزراء وحقيقي ناجحة جدا، عايز اقول انها ناجحة جدا بقراية الدكتور طارق، يعني واصلة لكل المستويات منظومة الشكاوى. بالظبط منظومة الشكاوى، وحضرتك بتتصلي بالتليفون وبتبلغي المشكلة بتاعتك او على الواتساب وبتكتبي المشكلة. ايه الفرق هنا؟ بالظبط، وبيبدأوا ان هو يحل. بص حضرتك، احنا بس هنا يا ريت الناس برضو تتفهم المشكله، الموضوع هنا المنصه منصه لمصر، يعني هنا انا لما باجي احكي على مشكله خاصه بمصر، لما منظومه الشكاوي دي خاصه بفرد. عارف حضرتك الفرق بين النائب المحليات ونائب المجلس النواب؟ هي دي اللي منظومه الشكاوي، انا بشكي على حاجه فرديه او حاجه شخصيه. المنظومه بتاعتنا او المنصه بتاعتنا منصه الحوار خاصه بالمشاكل والازمات اللي موجوده عندنا في مصر، اذ ربما يكون حد عنده سيناريوهات معينه مقترحه للخروج من بعض الازمات. لما اجي احكي عن مشكله، مثلا مشكله في ازمه مرور في شارع معين، احكي وممكن اقول بعض الحلول بتاعتها. لو عندي مشكله على ساحل البحر الابيض المتوسط في مدينه ساحليه مثلا زي اسكندريه، زي بورسعيد، زي مرسى مطروح، لازم احكي عنها في هذه المنصه. اما منظومه الشكاوي دي فهي حضرتك الحاجات الشخصيه اللي عند حضرتك، انت مشكله ابني عنده مشكله في مدرسته، انا عندي مشكله في شغلي مثلاً، الدكتور الفلاني عايز اروح المستشفى الفلانيه وهكذا. طيب حضرتك ترقيه كذا بتدخل يعني للوصول لافضل نتيجه مع هذه المنصه، بما ان حضرتك زرتها النهارده وانا بشكرك على هذه التجربه لانك تنقلها لينا، نوصل لافضل نتيجه ومين هيكون مشرف عليها من الحكومه علشان يفلتر ألفت بتفتي داخله تقول اي كلام وهي مش فاهمه في الاقتصاد، لكن انا عايزاكم تعملوا لنا في كل مكان منطقه فيها مش عارف ايه ولا والكلام ده، مين هيبقى مسؤول؟ وحضرتك تجربتك النهارده من خلال زيارتك للمنصه. شوفي حضرتك، احنا برضو عايزين نقول ان المنصه دي استاذه ألفت راجعه ان مصر اخترتها من خلال تجارب 10 دول على مستوى العالم، يعني هي جابت التجربه اللي في اليابان وشافت ازاي في اليابان الحوار المجتمعي بيتم ازاي عن طريق المنصات او السوشيال ميديا، وجابت دوله الامارات، جابت كندا، جابت استراليا، جابت سنغافوره، 10 دول متقدمه، جابت عمان، جابت المملكه العربيه السعوديه، لان اهتمام القيادات السياسيه في العلوم السياسيه دايما كده يقول لك ايه، القياده السياسيه لما تكون ناجحه تهتم بالمشاركه المجتمعيه، يكون في مشاركه مجتمعيه، كل ما كانت المشاركه المجتمعيه عاليه كل ما هيكون القياده السياسيه عاليه في المجتمع. واحنا طبعا ده بنشوفه مع سياده الرئيس في مؤتمرات الشباب، لو فاكره قبل الازمات اللي احنا فيها المؤتمرات الشباب واجتماع الرئيس كتير، ولما كان بنحكي عن المشاكل بتاعتنا. وشوفي حضرتك حتى في اسوان لما كان في بعض الطلبه اقترح على اقتراح معين في اسوان وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اخده وطبقه. وفاكره حضرتك السنه اللي فاتت في ذوي الهمم لما حد من الاطفال طيب خليني يا دكتور سعيد معلش، حضرتك اللي وقفتني في هذه النقطه، حضرتك عارف في حوارنا حضرتك ذكرت كام مره الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ انت عارف اللي احنا بنقوله ده واللي انا قلته انا في الحلقه اللي فاتت قلت نفس الكلام، يا جماعه مش لازم سيد الرئيس يوجه ان انا اعمل كذا، فين الحكومه يا دكتور سعيد؟ معانا هنا ده اللي بقالي 10 سنين، لا اقل طبعا، بقالي 6 سنين على الاقل يعني، طول الوقت السيد الرئيس بيوجه، طول الوقت السيد الرئيس بيلفت نظرنا لمشاكل فعلا كبيره، طول الوقت السيد الرئيس اللي ايده على المشكله الفلانيه. ده شيء خطير، هو في النهايه فرد
وإن كان بيقوم بدور أفراد كثيرة، لكن ده خلى فيه مشكلة ما بين المواطن والحكومة. أنا دايماً ثقتي في السيد الرئيس، ومش أنا مش بتكلم كألفت يعني، لكن تيجي عند الحكومة دلوقتي ولا في حالة حاصلة، لأنه فعلاً هو عارف يعمل جذور ثقة يستحقها، لكن ما بين المواطن والحكومة أنت حضرتك طول الوقت دلوقتي لم تشير لأي شيء في جهود الحكومة. كل إشاراتك لجهود السيد الرئيس واللي كلنا لمسناها وتحطي يعني شفناها قدام عينينا في تجارب حقيقية، أين الحكومة من كل مجهود السيد الرئيس؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة أستاذة أرفت، هي الحكومة بتاعتنا الحكومة المصرية لسه ما تعودتش على المبادرة وعمل المبادرات. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان مثلا من مكان عسكري او من يعني الناس دي بتهتم قوي بحته التميز وحته المبادرات وهو الكلام ده، بس خلي بال حضرتك لولا المبادرات اللي بيقولها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني سوري، لولا الناس اللي مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنظومه الجميله، يعني لا ننكر دور دكتوره هاله السعيد وزير طبعا، يعني ممكن دكتور مصطفى مدبولي، دكتور مصطفى مدبولي انت يعني لما بتشوفيه في التلفزيون بتحسي ان يعني هذا بجد بجد هذا الشخص لا ينام، يعني عليه عاتق وعليه مشاكل وعليه حمل. سياده الرئيس بيقول اعمل وهو بيدبر وزاره الماليه، وزير الماليه، الناس دي كلها، هذه المنظومه وخاصه المجموعه الاقتصاديه، اعتقد ان بمبادرات السيد الرئيس انت هتكون انا اعتقد ان احنا بنتعلم استاذ الفت، لان انا بقول لحضرتك احنا بدور الفقاهه، احنا الحكومات بتاعتنا لسه ما زالت كانت بتاخد، بس على فكره اختلفنا، يعني دلوقتي احنا بناخد مبادرات، احنا كنا زمان بناخد اوردر، كنا بناخد امر صحيح اعمل كذا، احنا كان مفعول بينا طول الوقت، انا مع حضرتك جدا صح. لكن هنا احنا بنفكر في مبادرات ان المواطن ياخد مساحته بالظبط، ولعل وعسى المنصه دي تشارك في عمليات ابتكاريه وحدود. عايز اقول لحضرتك كمان المشاركه الاجتماعيه في الحوار الوطني، اي نعم هو برضه مبادره قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو اللي عملها، ولكن ايضا الناس القائمين بقى في الحوار الوطني، لولا الناس دول ما كانتش بتطلع الوثيقه بتاعت الحوار الوطني. احنا عايزين نتعلم في الحكومات استاذه ألفت حاجه مهمه جدا، ازاي اكون عندي مبادره، ازاي يكون الوزير عندي خلاق، ازاي يبدع، ازاي يفكر في حاجات خارج الصندوق، ازاي يفكر في حاجات تعلي من المؤسسات الحكوميه بتاعتنا، وبالتالي هتعلي من جمهوريه مصر العربيه. عايز ارجع لحضرتك وبتقولي السؤال اللي قبل كده، بتقولي هل في ثقه بين يعني المنصه دي هتدي هتجني ثمارها او تجذب المواطن للمشاركه، احس ان انا بالزبط. كلامي هيؤثر او هيفرق يعني. شوفي يا استاذه ألفت حضرتك كده، يعني يا ريت احنا نبقى نعمل حلقه كده خاصه عن تقرير الحكومات في 2023 اللي حصل في دبي، ولو قريتي استشراف المستقبل حضرتك هتقولي يا ربي يا رب اعيش لغايه ما اشوف الكلام ده. انت عارفه حضرتك في المستقبل بعد 30 سنه دلوقتي. انا محتاجه اشوف دلوقتي، انا عايزه اقول لك كل اللي بيسمعني هيرد وحضرتك معانا، يعني خلينا اشوف دلوقتي دلوقتي يعني. اعتقد ان هي هتكون اعتقد ان هي هتكون في الثقه لانها هتتقرا النهارده، يعني بص المنصه يعني لسه بادئه قريب، حضرتك ما تخش على على التعليقات وكذا لسه، يعني برضه هنا برضه حته الثقه، يعني هي المنصه دي اللي هتحللنا الازمات، لا انت لما تدخلي فعلا هتلاقي مثلا يا دوب 10 تعليقات بس، 10 تعليقات هي اللي داخله، وهو النظام كده عامل زي الفيسبوك، بتحط لايك او بتشارك التعليق او 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 الكلام ده. اعتقد ان هي هتكون مسؤوله من مجلس الوزراء والوزارات كلها. يعني انا عايز ارجع بس لحضرتك بس في حته الاستشراف في المستقبل، لان الامارات عندها وزاره اسمها وزاره اللامستحيل غير وزير. هتصدقني لو قلت لك ان انا على قد تقديري وتثميني لدوره الامارات بغير كل ما تنطقها، يعني غيرتي بتبقى، انت عارف ان انا غيرتي شديده وحضرتك يعني معانا من سنين، فكلما ذكرت الامارات لماذا لا يقال مصر؟ وانا الرائد وانا القائد وانا الاصل، كل يعني عايزه اقول لك ان مصر اتت ثم اتى التاريخ، فمن المسؤول عن ان انا اتكلم على السعوديه في بدايه الموضوع كاولى الدول، واتكلم دلوقتي على الامارات كافضل الدول والوصول الى مواطنيها والاكثر استقرارا وسعاده، فلازم بسرعه ارجع لريادتي يا دكتور سعيد، لان انا كلما ذكرت دوله انا ما يعني فعلا نفسي مصر، انا يعني ما بقدرش انكر ده.
كامل التقدير لكل الدول وهي أشقاء يعني. بصي 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 يا استاذه اولفه، احنا عندنا المحبه وعندنا التسامح وعندنا عقول بتفكر كتيره جدا جدا. لا انا محتاجه اكتر من المحبه والتسامح، محتاجه ناس تشتغل. وعندنا حكومه بتشتغل، حكومه بجد والله بتشتغل، وعندنا رئيس دوله بيدينا مبادرات، ويعني يعني احنا نراعي برضو، نراعي برضو الازمات اللي موجوده عندنا. احنا 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 مجتمع دولي كلنا، احنا مصر مش بعيد عن المجتمع الدولي. على فكره كان في انفوجرافيا يا استاذه الفت طلع من الامم المتحده بيقول لك ثاني دوله على مستوى العالم متاثر بالحرب الروسيه الاوكرانيه هي مصر. مصر ليه؟ ليه؟ اشمعنى مصر؟ لان احنا بادئين في مشاريع اقتصاديه كتيره جدا وعملاقه جدا، ومحتاجين كنا مستلزمات الانتاج اللي جاي لنا من بره. طيب. كلنا مستنيين هذه المستلزمات، حصلت المشكله راحت المشكله. بماذا تريد ان تختم اللقاء يا دكتور؟ ساترك لك الختام بما تشاء. طيب بص حضرتك، يعني انا اتمنى علشان احنا بنتكلم عن هذه المنصه، اتمنى ان كل الناس تشارك، كل الناس تدخل على هذه المنصة، زي ما احنا بنقول ان في وزارات من غير وزارة او من غير وزير، المنصة دي من غير رئيس هيمسكها، كل مشكلة هيمسكها لانها متقسمة قطاعات، قطاع للصناعة، قطاع للصحة، قطاع والكلام ده، فاعتقد كل وزير في هذه القطاعات هيبدا يشوف هذه المشاكل بتاعته وان شاء الله هيبدا يحلها. لابد لابد المشاهدين كلنا وفي هذه الايام المباركة ان احنا لازم نكون في ثقة كبيرة جدا بيننا وبين الحكومة، الحكومة والقيادة السياسية بتاعتنا بتبذل اقصى ما في وسعها، بس احنا لازم نشتغل نشتغل. واعتقد ان احنا بلاش بقى ان احنا نقعد نسمع، احنا بنقعد نسمع كتير كتير كتير، لا لازم نشتغل، لان الشغل والتصنيع والصناعه هو اللي هيخلينا متقدمين. والازمات يعني ما الازمات، مصر طول عمرها في ازمات اكيد، يعني الازمات اكيد لها حل، واكيد المشاكل لها حل، ولازم ننظر للمستقبل بنظره يعني حلوه وجميله اعتقد. يعني انا بشكرك على هذه النظره التفاؤليه واللي اكيد هتعكس علينا وعلى مشاهدينا. بشكرك دكتور سعيد الذغبي، دكتور العلوم السياسيه جامعه القناه السويس، بشكرك، شرفتنا ونورتنا. شكرا 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 جزيلا. مشاهدينا دي كانت حلقتنا، خلينا نعمل اللي علينا، خلينا حتى لو عندنا بعض الغصه من الحكومه، عندنا بعض المشاكل، عندنا بعض المناطق اللي يمكن لسه مش شاعرين فيها بدور فعال، لكن خلينا نقول ان في ناس فعلا بتشتغل وفي ناس فعلا بتبني. وفي عايز اقول لكم يمكن زي ما اشار الدكتور سعيد، انا كان في اصلاحات في المحور باجي من الشيخ زايد، فبالاول خالص كان بالنسبه لي ده شيء مزعج جدا وشيء معطل جدا وياخد وقت طويل في الطريق. بعد ما تم ده مثل بسيط جدا، بعد ما تم المرور على المحور بعد الاصلاحات او الى حد ما انتهت معظمها 90% مثلا، احساس عظيم وكاني ماشيه على طريق دولي في اعظم دول العالم. فهي يمكن بعض الصعاب بتبقى في الوقت احنا بنحس بيها وهي في وقتها جدا، لكن اكيد بعد كده يكون في انفراجات كثيره وفي محاولات من الحكومه للوصول لحلول حتى بمواطنينا، وانا بثق في كل المواطنين اللي هم قلبهم على البلد دي، عندهم كتير. ادخلوا على المنصه، قدموا اللي عنده حلول، اللي عنده حاجه ممكن تاخد البلد دي لمرحله افضل، قدموا وادخلوا. وبشكركم، دي كانت حلقتنا، بتمنى نكون غطينا بيها العديد من الجوانب اللي حضراتكم كنتوا عايزين تعرفوها. بكره حلقه جديده في مساء الخير.